للحديث عن واقع بغداد في الذكرى المئوية لتأسيس أمانتها معنا رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك، كيف تصف الحال الذي تعيشه بغداد في الذكرى المئوية لتأسيس أمانة العاصمة مع وجود تصريحات وإشادات حكومية تصف بها إنجازات حققتها في العاصمة بغداد؟ أحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. بغداد تعيش أسوأ أيامها لا شك، ربما لم تشهد مثل هذه الأيام إلا في عهد المغول عندما هاجموها واستباحوها، والآن بفضل الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق ولعاصمته التاريخية، فقد استباح مغول العصر هذه المدينة الخالدة التي تعتبر معلم من معالم يعني الحواضر العربية والإسلامية وعاصمة تاريخية بحق. جاء هؤلاء لينتقموا منها وينتقموا من تاريخها، لذلك فهم يعني بنوا عشرات أو مئات المدن المناطق العشوائية فيها، ودمروا كل مرتكزات الحضارة والحياة فيها، وبالتالي جعلوها مدينة يعني بحق غير صالحة للحياة وفق المعايير الحديثة للمدن الحديثة، المعايير المعتمدة للمدن الحديثة في العالم. ما مدى قدرة حكومة السودان على الإيفاء بتعهداتها أو التزاماتها بتنفيذ 150 مشروعا أعلن عنها السوداني في احتفالية الذكرى المئوية لتأسيس أمانة بغداد؟ هل يستطيع ذلك؟ بالتأكيد لن يستطيع، لأن لا توجد هناك إرادة للبناء ولا توجد هناك كوادر حقيقية للبناء. هؤلاء أفرغوا الدولة من كل الكوادر الحقيقية التي كانت قادرة على الفعل وعلى البناء. ويعني نستذكر نحن بعد العدوان الثلاثيني عام 1991 كيف أن العراقيين بإبداعهم الفردي يعني المحلي وبقدرات محلية بالكامل أنجزوا إعمار دولتهم بالكامل وليس مدينة بغداد فقط، أما هؤلاء فقد جاءوا للتدمير والتخريب ولن يستطيعوا بناء أي معلم حضاري حقيقي. يعني في الماضي كان هناك يعني حصار وكان هناك تضييق وكان هناك حرب دولي على العراق، ولكن الآن هناك ميزانيات مليارية، وخصوصا بعد عام 2003 وإلى الآن نحو 20 سنة من الميزانيات المليارية، كم بغداد من المفترض أن تبنى؟ كانت هناك إرادة وطنية وكانت هناك سواعد وطنية يعني قادرة على الفعل والبناء. الآن لا توجد لا إرادة ولا قدرة على الفعل، لأن الموجود من المشاريع أو المعلن من المشاريع هو أبواب للاختلاس والسرقة. كما تفضلت كان هناك طبعا خلال سنوات الحصار لا شك كان هناك تراجع في مستوى الخدمات بسبب الحصار الذي الشامل الذي كان مفروضا على العراق، لكن في هذه السنوات العشرين يعني أزيلت كل عوامل الحصار وانفتحت مئات المليارات على الخزينة العامة، في حين لم نجد مثل يعني لم نجد تطويرا ولا تحسينا، بل بالعكس وجدنا تراجعا كبيرا في كل مجالات الحياة في العراق، ابتداء من الجوانب الصحية والخدمية وارتفاع مستوى الفقر والجهل والطائفية وإلى آخره، وانعكس طبعا هذا على الجانب الحضري في بناء المدن وفي يعني بناء المجمعات. البعض يقول بأنه موضوع بناء المجمعات والمشاريع العمرانية تعتبر بابا عظيما وضخما من أبواب الفساد، هناك حديث عن أكثر من 1000 مجمع عشوائي في مدينة بغداد. نتحدث عن دور أمانة بغداد بالحفاظ على الواقع العمراني، وخاصة نحن نمر في مرحلة خطيرة، يعني مرحلة زلازل في المنطقة المحيطة بالعراق والتي وصلت العراق في ظل ما تمر به المنطقة من زلازل. كيف تنظر إلى هذه المشاريع التي بنيت على شكل مجمعات سكنية عمودية غير خاضعة للمعايير المقاومة للهزات الزلزالية؟ أولا هذه المجمعات كلها وسائل لغسل الأموال ولسرقة الأموال،
والإفتراء على حساب العراقيين، وليس لتقديم خدمات لهم، خدمات السكن المريح والعيش الكريم. وبالتالي لأن هذه كما قلنا وسائل للإفتراء غير المشروع على حساب المال العام، فهي أيضا تابعة للميليشيات الإرهابية المتحكمة التي تضع هي معايير البناء وليس المعايير المعتمدة. وهذه الميليشيات طبعا غير قادرة على وضع معايير حقيقية ومقاييس حقيقية وسيطرة نوعية، وبالتالي فهذه المجمعات ممكن أن تكون يعني مقابر لمن يسكنها لا سمح الله في حال تعرض البلد إلى زلزال أو غير ذلك من العوامل الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على المباني. العراق الآن كله خارج مقاييس السيطرة والتقييم والتقييس النوعي، وبالتالي علينا أن نتوقع المزيد من المشاكل في الغذاء وفي الدواء وفي البناء وفي الهواء أيضا، حيث التلوث الذي نشهده ويشهده العراقيون كل يوم وهكذا. رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.